السلام عليكم. النهارده معانا تحليل الحارس الجديد اللي نزل اسبانيا. طبعا الحارس دوت ارقامه عاليه جدا ويعتبر احسن حارس نزل في اللعبه لحد دلوقتي في ناحيه الكاتش وناحيه الباتش. السيفنج بتاعه جاي 27261 والفيزيكال 34099. عنده البانش جاي فيه 13626 والكاتش 13000 برضه 635. الارقام تقريبا واحده. السبيد اقل حاجه عنده في الفيزيكال 10826. الباور عنده 12117 والتكنيك عنده 11156. نيجي بقى ايه للتيم سكيل بتاعته. التيم سكيل بتزود اللعيبه الغير ياباني 23%. الباسيف بتاعته هي بتاعه الترعات اللي هي عباره عن ايه، ان هو لو عمل بانش للكره بيردها بنسبه كبيره للعيبه بتاعتك اللي موجوده في وسط الملعب. عنده نازل ببانش جديده المومنتم بتاعها 520 وطبعا معاه البانش القديمه والكاتش اللي هي القديمه ال 510 اللي هي بتاعه النسخه دي بوف بتاعته. البوند بتاعه بيجي 5% في حاله وجود 2 لعيبه اخضر. طبعا مش مهم بقى الاخضر دول ياباني غير ياباني النوادي او لا، 2 اخضر عموما وخلاص بيزود بوند 5%. والجديد بقى في الموضوع ان هو نازل معاه شيلد، اول لاعب ينزل معاه بوند 5% ويبقى معاه شيلد 2%. وعنده نفس الباسيف برضه بتاعت وليد اللي هي اللونج فيلد اللي هي وليد ومولر والشله دي كلها، ان هو لو عمل كاتش للكره بيديها بنسبه 80%. دي الفرق بقى ان هي نسبه 80% مش 100%. بيديها لابعد لعيب موجود عندك في نص الملعب بتاعك. طبعا دي تقريبا فيها بج او فيها حاجه، لان هو ما بيجي يبعثها لحد بيديها لابعد لعيب موجود عندك في فريقك وخلاص، مش شرط بقى في نص الملعب بتاعك او في النص التاني او كده. فدي يعني يا ريت يصلحوها قريب. معايا طبعا بيزيد ضد لعيبة النوادي 14% ودوت رقم ضخم وهنتكلم عن الارقام دلوقتي. ومعايا سيفتي زون 5%، هو مش رقم جامد لكن بيفرق شويه وهيخلي اللي بيحاول يشوط عليك برده، يعني حتى مع ان هو مش رقم جامد بس هيخليه يحاول يشوط عليك من جوه الجزاء. نتكلم بقى على الارقام بتاعته. ارقامه في الملعب ده عشان هو فيه احتمالات كتير جدا فهنتكلم عليهم حاجه حاجه. البانش يعني هنتكلم في الاول في حاله ان هو مفيش سيفتي زون ومش ضد لعيبه النوادي، ضد لعيبه ثانيه تمام، فهيبقى البانش بتاعه جايب 60000 60085 والكاتش برده نفس الرقم تقريبا 60327. في حاله ان هو هيبقى ضد لعيبه النوادي واللعيب دوت شايط عليه من جوه الجزاء هيبقى جايب 68000 في البانش وبرده 68700 في الكاتش. طب في حالة ان اللي هيشوط عليه حد اجنبي في حالة ان اللي هيشوط عليه حد غير نوادي وهيشوط عليه من بره الجزاء عشان يشغل السيفتي زون، هيبقى عنده البانش 63000 والكاتش 63600، هو عنده الكاتش اعلى شوية. وفي حالة بقى ان هو اللي هيشوط عليه نوادي وهيشوط عليه من بره الجزاء، يعني هيفعل اللي هي الباسيف بتاعت ان هو ضد النوادي وهيفعل السيفتي زون، هيبقى عنده البانش جايب 71500 والكاتش هيبقى 71789. اللاعب دوت يعني الحارس دوت اقوى حارس نزل لحد دلوقتي وهيبقى عامل عقده جدا لاغلب اللعيبه. والمشكله بتاعته ان انت مش هتقدر تسجل ليه، لان بنسبه كبيره هيبقى البار معاه، الا بقى في بعض الحالات ان انت بتلعب ضده بحد احمر حد مش نوادي كده يعني. بس بنسبه كبيره هو ارقامه ضخمه جدا، يعني حتى لو انت مش مفعل اي حاجه هو في ارقامه عاليه 60000 وكده. فتقييمي ليه 5 نجوم، يعني حارس ما بيفتقدش اي حاجه، معاه كاتش معاه بانش الاثنين اقوياء. لو انت قبلك مثلا حد كاتش كيلر فتختار بانش، لو حد قبلك بانش كيلر فتختار كاتش. فانصح اي حد محتاج حارس قوي يسحب عليه، وخصوصا ان الحارس دوت هيعيش فتره طويله جدا. فلو عجبك الفيديو لايك وشير واشوفك على خير.